على بركة الله وتوفيقه مشاهدين الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر، ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني في مجموع هذه الأشواط، والشوط الأول للحول المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط. نبدأ ونبحر مع الصدارة الأولى، مع التحدي الأول، مع فهد محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري. من يتصدر هذه الأسماء؟ النقلة مع ثاني التحديات، مع شعار بن سبعين حاضر، مع الشايب محمد بن حمد بن سبعين المحرمي، وثالث الأسماء شنذارة قادمة علي بن محمد بن علي العيسائي، ورابع الأسماء شقرة عامر بن حمد بن عصان المنصوري حاضر، مع شقرة في رابع الأسماء، وخامس الأسماء شوف الوصول والحضور من الشانية فالح بن محمد بن علي الشامسي، وسادس التحديات سادس الأسماء وصل شعار بن زيتون، مع جلمودة حمد بن عوض بن زيتون المهيري حاضر بشهاب وقادم، مع جلمودة في سادس المراكز بينما سابع التحديات سابع الأسماء. هذا الرقم لم يدون معانا في هذا السجل، بنحاول نذيعه من واقع الشعار. رقم 19 حاضر في سابع التحديات. نتراجع قليلا. نتراجع مع ثامن الاسماء، شوف ثامن التحديات زاهية لسلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي حاضر، مع زاهية وتاسع التحديات الذيبة عيسى بن سعيد بن سبتة الخيلي، وعاشر الاسماء رفقة قادمة لعامر بن مسلم بن خالد العامري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المنطلقة. نداء الأول للعشر النجوم المنطلقة، ولكن الصدارة ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول. ما شاء الله افحد على البداية، محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري يقدم لنا افحد في البداية. من يتصدر هذه الأسماء مع افحد في المركز الأول، بينما شوف الوصول من شعار بالزيتون في ثاني الأسماء، مع جلمودة حمد بن عوض بن زيتون المهيري. الله يا أبو شهاب حاضر حاضر، مع سلالة جلمودة أهالي منازف يطالبونك بالسلام يا أبو شهاب. بينما ثالث المراكز شقرة عامر بن حمد بن عصان المنصوري يبحث عن النصر، حاضر مع شقرة وحي شقرة في ثالث المراكز، ورابع المراكز الشاهنية فالح بن محمد بن علي الشامسي حاضر، مع الشاهنية في رابع التحديات، بينما خامس المراكز الشايبة محمد بن حمد بن سبعين المحرمي، وصلت شنذارة علي بن محمد بن علي العيسائي في سادس المراكز، وسابع التحديات شعار العمري حاضر، مع ثمينة محمد بن خميس العمري حاضر، مع ثمينة في سابع المراكز، وثامن التحديات شعار بن عميرة، مع زاهية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، وتوزع المراكز
وصلت الذيبة عيسى بن سعيد بن سبتة الخيلي. الله الله الله، وصلت رفقة عامر بن مسلم العلي العامري. هكذا هي النتيجة، نداءنا الثاني لهذه الأسماء ولهذه النجوم المنطلقة. ولكن البداية نعود مع الرقصة، نعود مع الانطلاق الأول، نعود مع فدا فهد فهد. لا زالت في البداية من تقود هذه الأسماء لمحمد بن مبارك بن بخيت المنصوري في موقع النصر، في موقع الانتصار. يا المنصوري يا أبو مبارك دير بالك، وصلت الأسماء شقرة شقرة مع بن عفصان عامر بن حمد بن عفصال المنصوري. وصلت شنذارة، شنذارة قادمة علي بن محمد بن علي العيسائي، عينها على البداية شنذارة. وصل شعار بن عميرة قادم مع زهية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشمسي يحيى اسماء. والشهنية قادمة لفولح بن محمد بن علي الشمسي. الله الله، وصلت رفقة قادمة، رفقة عامر بن مسلم بن علي العامري. يا لكن نعود مع الصدارة، نعود مع التحدي. ما شاء الله، لا زالت افهدها في البداية محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري. وصل بن عميرة، وصل بن عميرة سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشمسي مع زاحية، زاحية زاحية في ثاني المراكز. ياحي شعارات، ياحي نجوم حاضرة، شنذارة قادمة علي بن محمد بن علي العيسائي. وصل الثمينة والشوط ثمينة يا العمري قادم محمد بن خميس العمري، حاضر حاضر مع ثمينة في ثالث المراكز. وعينها على البداية، عينها على الانتصار. ركز يا العمري، ركز على هذا الموقع المتميز. ولكن شوف، تابع الأسماء، ولكن خلك مع الرقصة، خلك مع التحدي والانطلاق. ثلاث شعارات في موقع واحد، في موقع واحد. وفهد افهد على البداية محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري. لا زالت تقود هذه الأسماء، هذه الشعارات بأداء متميز، بانطلاق متميز مع المنصوري، مع أبو مبارك. ويا حلو أخبارك مع هذا الانطلاق المذهل. وابن عميرة حاضر من الزاوية الثانية، حاضر حاضر من عميرة مع زاحية، مع زاحية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. روحي يا ابو حمد، روحي يا ابو حمد. والعمري مع ثمينة محمد بن خميس العمري. الله الله، دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير يا متابعين. وابن عميرة بدأ يمر الى الصدارة، سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. الشامسي اشرقت شمسه مع الصدارة، مع البداية. والعمري يحاول في ثاني الاسماء مع ثمينة محمد الخميس العمري. وعادت افهدى، افهدى عادت محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري. ما شاء الله، ما شاء الله على الحركة، على الانطلاق للحول المهجنات الاصايل. روح بن عميرة، روح وقادر مع زاحية، زاحية 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 زاحية. بسم الله بسم الله تبارك الرحمن، على الحركة على الانطلاق. سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. سلام بن عميرة، سلام سلام يا الشامسي، سلام على هذا الانطلاق. ليتقدم زاحية مع اول اشواط الحول المهجنات الاصايل يا
قدر الى شعار سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشمسي الشمسي. مشكور مشكور يا ابو حمد على تقديمك هذه النوعيه مع اول اشواط الحول المهجنات الاصايل الزاهيه تصل الى خط النهايه معنا الفوز والناموس. المركز الثاني ثمينه لمحمد بن خميس العمري وثالث اسماء فدى لمحمد بن مبارك بن بقيته المنصوري ما شاء الله. ورابع المراكز رفقة لعامر مسلم العامري وخامس المراكز شقرة لعامر بن حمد العصان المنصوري. هكذا هي النتيجة والتوقيت 9:56 تهانينا والناموس لمالك زاهية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي على فوز زاهي بأول أشواط الحول المهجنات الأصايل. الكلمة مع أبو محمد.